سنستمع الآن لكلام محمد اليعقوبي، وهو مرجع وزعيم لحزب سياسي مشارك بالعملية السياسية، يتحدث عن هذه الظاهرة الخطيرة. هذا الذي نسمعه كل يوم وطالعة النهاية، بنت الحسن وذاك ابن الكاظم وذاك مدري إيش، لا هاي بدع في الدين، بدع في الدين. وين كانت بنت الحسن والساعة طلعت وراء 1400 سنة؟ وين كان ابن الكاظم والساعة طلع؟ والناس مع الأسف هم سدة جهلة طيبين، هم قبل تلقاهم قامت تجر السيارات لهناك وقام يحنون هذا المرقد وتهدى النذور إلى صارت تجارة. قام كل من هيخش شغلة، هاي خش شغلة بالباطل مو بالحق مع الأسف. وشنو الدليل عليه؟ والله فلان مرة شافت بالحلم كان أكو طفلة مدفونة هنا. والله هذا حجة، هذا دليل، هذا أمام الله تعالى. أن مرة شافت بالمنام فالطفلة مدفونة هنا، ورأسا سوينا عليه قبة خضرة وحنيناه وقلنا هاي بنت الحسن. ما يصير. أو كذلك بعض البدع بالأفعال التي يقوم بها البعض.